السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو مضحك عايز كان نوع في القناة ونزل فيديوهات مضحك. انت اي فيديو انت عايز اعمل عليه ردة فعل اكتب تحت الكومنتات، ان شاء الله اعمل الفيديو اللي انت عايزه. ويلا نبدأ الفيديو. الفيديو عايزين نضحك كده، عايزين فيديو نضحك. المعلم يخطب راجل في الحمام حط دخن الزحل السلام الزحلب ازاي؟ اه الزحلب ازاي؟ دي بيكوي والتيشيرت. يا لهوي انت عايز بدل يمسك التليفون حط المكواه على ودانه كده. الزمار ده قاعد ورا كأنه زمار. دي من نقط ونزل على وشه. واو السباق الحمير. واو برامج خسروا في الاخر. المكان الاول كان هيفوز بس ايه خسر. عمل نفسه كنا هيضربهم السبات. ايه شاف الخدعه في الاخر كمل. يا لهوي العربية تطلع ولا مش كمان بتاعها تطلع ولا مش كمان. السجاد طرف الرافعة يعني ازاي تطلع ازاي بالصلك يا حبيبي بالصلك. القطة هسيب لبس النظارة لبس النظارة دي نعامة. نعامة بتمشي فرامل صاحبتها عملت فرامل على طول. الكلب باين الكلب الكلب الجديد الواد بيلف صوت طيارة مروحة بتطير قطاع مروحية إشارة حمرا. استنى في المنجلة الخضراء وبعد كده يا حمزان. ايه النوع من الحيوان اللي مش عارفين النوع ده ايه؟ دي بطيخة. بشوف ايه حمرا ولا بيضة؟ انا مش حمرا ولا بيضة. ايه ده؟ انا عايز دي من اول ما العين الصغيرة ايه؟ ترد وراه بتقول وراه. لعب الحديدة تحت مش لعب الكورة. بيكسر الصجرة بيشدوها. الكلب بيشيل معاه. ده الكلب هو بيشيل لوحده. شوف اللي مش بيشيل ازاي القطة. الكلب بياكل ايه ده؟ هو الكلب واقف ليه التاني؟ يا لهويش ازاي نسي الجواب. يخبط نفسه ازاي؟ بيمسك دبانة. عايز تعمل ايه مواد دبانة يا عم خرسانين. الرئيس طالع منين يا ابني؟ بتطلع منين يا ابني؟ دي جرت الشمبانزي ودي بنته رايحين في التحليل. يقول يا عم ازاي؟ كلبين الكلب ورا عامل ازاي؟ مستنيني الوقت دي وانا مستني اللي قطة بتشيل عيالها كمتها بالسعر. دي قطة فلوس عامل ازاي؟ يعني قطة جوا عارفة الفلوس مش عارفة حاجة طبعا. ده عربية صغيرة الواد سايقها بس أبو ورا قاعد على كرسي وماشي. دي سهم دي سهم يلفوا يلفوا بس عمال يلفوا السهم. واو بالزحلق يعني مينفعش ننزل في المية على طول. ماسك سبب دي قطة عيانة تسمع التلفزيون
قطة بتسمع التلفزيون، يا سلام. القطة زعلانة، زعلانة القطة، على سمك. القطة خايفة، يلا راسك بقى راسك. كل الناس اشتراك نص الى 100 مشترك، والله هتلاقي نص الى اكبر عدد لايكات، ومع السلامة.